حاولوا إنكم ما تشيلوهم بهذه الطريقة ولا تمسكوهم كذا، جدا يضايقوا القطط. صح أشكال هذه الملابس كيوت، لكن تحسس القطط بعدم الأمان وبالتوتر وشعور بعدم الراحة وتضايق منها، فلا تلبسوهم إياها إلا دقائق، ما عدا القطط الفرعونية لأن جسمها ما فيه شعر فتبرد، فلازم نعمل حساب إنه نشتري لهم الصوف هذا وقت البرد. القطط تكره اللتر بوكس الوسخ، فلو كان وسخ حتسويها برا الليتر بوكس، فاهتموا بنظافة الليتر بوكس أول بأول. السبب اللي يخلي القطط تكره الشاور إنه لو جاء الماي على جسمها تحس بثقل، لأنه الشعر اللي في جسمها يخليها ما تقدر تتحرك، وغير كده هي تنظف نفسها بنفسها، ما عاد القطط الفرعونية تحتاج إنك تهتم بالشاور حقها، لأنه حاسة السمع عندها أقوى من عندنا، فهي تكره الأصوات العالية، فتلاقيها تتخبى دائما مع أي صوت عالي. القطط تكره رحلات السيارة، فدائما لما ناخذها بإطار نلاقيها تتضايق، فهذا طبيعي، القطط مو زي الكلاب ما تحتاج تمشية، عكس الكلاب تنبسط. حاول تراعي جانب التكييف العالي أو البرد، لأن القطط تكره التكييف العالي. القطط تكره أي أحد يمسح على بطنها، ولو كانت تركتك مو لأنه هي تحب، لأنها واثقة فيك، لكن لا تمسح على بطنها، راعي هذا الجانب. طبعا الروائح القوية تزعج القطط، وخصوصا هذه الروائح اللي كتبتها جدا تضايقها.